وحول آخر تطورات الأزمة الأوكرانية، وجهت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم الشكر لبولندا على جهودها في تيسير عملية مرور أبناء الجالية المصرية من خلال المنافذ الآمنة عبر حدودها مع أوكرانيا. وخلال لقاء مع السفير البولندي بالقاهرة ميهاوا باندا، استعرضت وزيرة الهجرة دور الوزارة نحو المواطنين المصريين في أوكرانيا في ظل الأجواء الراهنة، مؤكدة حرص القيادة السياسية على متابعة المستجدات بصورة يومية وإصدار توجيهات بضرورة الحفاظ على المستقبل العلمي للطلاب المصريين الدارسين في المدن الأوكرانية. من جانبه، أعرب السفير البولندي عن تقديره لما تبذله مصر من جهود عظيمة من أجل رعاية مواطنيها في أوكرانيا في الوقت الحالي، مبديا استعداده لمزيد من التنسيق والتعاون بهدف التيسير على أبناء الجالية المصرية أثناء عبورهم المنافذ الآمنة لدى بولندا إلى أن يصلوا بسلام وأمان إلى مصر.